يشو على طاري محمد قاسم بخروجه من الجوية، أما كان الأولى أندية الزوراء أو الطلبة؟ هاي الأندية الجماهيرية، مع الاحترام للنجف طبعا فريق جماهير، بس ما كان الزوراء يحتاج هيك نوعية لاعب كابتن لي. محمد قاسم من اللاعبين الجيدين. شوف احنا قلت لك يمكن نسى ذكر كم لاعب، هذول اللاعبين أعمارهم صغيرة، ولهذا السبب مرات أنا أعطيهم العذر يعني صراحة، انه السوشيال ميديا والمعجبين والكذا والصحافه والاعلام ينطي اكثر من دور وجمهور، هذا اللي دي يحفز. بالعكس انت هاي لازم تصير عندك حاله عكسيه. انا يوم من جمهور ويركض ورايا ويقول لي يعني انا لازم انحني له واتواضع واخلي الناس كلها تشيلني على اكتاف. محمد قاسم انا تكلمت، احبه جدا محمد قاسم، حتى مرات بمناسبات التقي به واقول له، هو يسمع الكلام بس مشكلته هو عند صراع ويا نفسه، انه لازم اثبت. مو هيجي، انت لازم تثبت بعملك بركاستك. يعني والله انا قلت لك يعني حباب محترم، تحتاج شوي هدوء هدوء عدم هدوء استجار. وقلت له اني قال لي ارد اطلع، يعني انا يمكن مرتين ثلاثه قال لي ارد حتى اطلع من الفرق الجماهيريه، بس تعرف انت مرات هي تجيك عكسيه، يعني نادي النجف ايضا من الانديه الجماهيريه، لكن اقل من الضغط اللي يصير على الزوراء والقوى الجويه. كابتن غني كان هم نفس الحلقه الفاصله بين انتقال الفريق النجف كابتن غني، يعني هو هم يعني كان وين راحت الوجهه، هم تفاوضوا ويا الزوراء وتفاوضوا ويا الطلبه كل الانديه تريده، بس كابتن غني كان الفاصل بهذا الموضوع. علاقته بكابتن غني، تاثير كابتن غني على محمد على عائلته على إدارة الجوية، هو اللي كان الحلقة الفاصلة بانتقال فريق النجف. ممكن تكون هي النقطة لعودة محمد. نتمنى لاعب جيد والله، مهارات، وشفت انت يعني مع المنتخب الوطني حتى سجل أهداف يعني رهيبة حلوة كلش. صحيح. انت اليوم احنا بالعكس كل لاعب يخدم ناديه ويخدم يعني دريس النادي اللي يلعب به ويخلص له، بالعكس هذا رزقه. احنا ما ابدا والله، يعني هاي رسالة لكل اللاعبين الشباب واللي مو شباب واللي ما راح المنتخب، احنا مو ضدكم، احنا نحبكم، بالعكس نعطيكم المشورة والمعلومة الجيدة وتقبل النقد، لأن النقد هذا هو النقد البناء. أنا ما أقول لك والله أنت مو زين وأقول لك عفي، بالعكس أنا اليوم من أقول لك دير بالك ترى صار عندك هيجي، اهتم بنفسك لأن هذا مستقبلك، وإحنا ما ماخذين شيء من لا حتعطيني التفلوس ولا انا اكرهك او انا اعرفك معرفه شخصيه. شكرا جزيلا كابتن ليث، شكرا جزيلا كابتن شكرا جزيلا.